أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الهجرة من البلاد الإسلامية التي احتلها الكفار؟ هل هي واجبة؟ حسب القدرة على إظهار الدين أو عدم القدرة. حسب القدرة على إظهار الدين أو عدم القدرة. فإن كان لا يقدر على إظهار دينه تجب عليه الهجرة، إذا كان أنه يقدر على إظهار دينه لا تجب عليه. نعم.